طبعا ذكرياتك مع رأفت الهجان، وده الاسم اللي ظهر بيه في المسلسل، أي أكيد عديدة. نعرف جزء منها. هو كان راجل يحب مصر قوي، وسافر من مصر في مايو 1955 عشان يتزرع في إسرائيل، وخد تدريب 3 سنين في المخابرات العامة. وكان في فترة ما كانش مفروض يتصل بينا خالص في مصر، اللي هي فترة بناء الساتر بتاعه، لكن اتصل وبلغنا بأحداث مهمة جدا جدا يعني، فالعدوان بخصوص العدوان الثلاثي سنة 1956. استمرت علاقتي بيه في العمل لغاية أواخر 1957، وانقطعت بعد كده في العمل. وبعدين قابلته تاني في قبرص بالصدفة في سنة 1967، يوم 30/4/1967 بالظبط. واشتغلت معاه بقى برضو توصيل معلومات للجهاز هنا في مصر. مدام أمال، لو كلمتينا عن أهم مميزات إيهاب نافع الإنسان. مميزاته كتير الصراحة، يعني هو كإنسان ممكن تلاقيه قاعد طول النهار في يوم يلغي شغله خالص وتليفونات ومواعيد، يروح يقابل شخصيات مهمة ويعمل اتصالات كتير جدا عشان بيساعد مثلا واحد عسكري مرور شافه في إشارة من الإشارات أو على مبنى من مباني واشتكاله وعيط وبولاده في الصعيد وهو في مصر ومتبهدل والمهية بتتصرف على طول، ويسعاله إن هو ينقله مثلا في بلده ويعطل شغله ويعطل حاجات كتير جدا في مقابل إنه يخدم هذا البني آدم. يعني أنا فوجئت بالحاجات دي في حياته، كتيرة كتير قوي قوي. والأجندة اليومية لو تمسكيها وتفتحيها هتلاقي كلها مليانة مواعيد ومليانة حاجات. ايه ده المعد عشان ايه؟ ده عشان خدمة لابن فراش، ده عشان خدمة لعسكري، ده عشان خدمة لواحد غلبان وباباه متوفي ومامته اللي بتصرف عليه، يجري يتكلم له علشان مصاريفه وعشان حاجة. يعني انسان بمعنى الكلمة في المواضيع دي ما بيتأخرش، ممكن يتأخر في خدمة ابنه بس خدمة الغريب الطالب مساعدة ما بيقدرش. المعروف انه الفنان إيهاب نافع كثير السفريات، بتشاركيه في رحلاته المتعددة؟ غالبا، ولو اني في الاواخر دلوقتي ابتديت اتعب ابتديت كتير اسيبه يسافر لوحده.